هذا وتوافد المواطنون على حدائق القناطر الخيرية، وتفاصيل أكثر مع زميلنا أحمد نبيل. وسط مساحات خضراء تقدر بال500 من الأفدنة داخل منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لا يمل المصريون من القدوم مرارا وتكرارا إلى هذه الحدائق المتنوعة والمنتشرة على ضفاف نهر النيل داخل القناطر الخيرية، لعل الدافع الأول مناظر الطبيعة الخلابة والكثير من المساحات الخضراء، ما يجعل فرصة طيبة أمام الأسرة المصرية بكامل أفرادها إلى قضاء الكثير من الأوقات الطيبة والممتعة داخل هذه المناظر الطبيعية في الحدائق المتنوعة على امتداد نهر النيل في منطقة القناطر الخيرية. ولعل الدافع الآخر الرمزية في سعر التذاكر للدخول إلى هذه الحدائق، والتي تتراوح ما بين 5 و10 وصولا إلى 20 جنيه لدخول الفرد إلى هذه الحدائق، ما يجعل هذه التذاكر بسعر رمزي أمام الأسرة المصرية. أيضا هنالك أنشطة مختلفة بجانب افتراش هذه الحدائق وتناول الأطعمة وقضاء الكثير من الأوقات التي تحمل استجماما وكثير من الهدوء داخل هذه الحدائق، فتنتشر أنشطة مختلفة تناسب كل أفراد الأسرة المصرية. فبالنسبة للأطفال والصبية تنتشر الألعاب الترفيهية والملاهي المختلفة على امتداد هذه المساحات داخل القناطر الخيرية. وبجانب ذلك هنالك أنشطة ترفيهية أخرى بدءا من استقلال الدراجات وكذلك ركوب الخيل والترجل والكثير من التمشية داخل هذه الحدائق والمساحات الخضراء. وبداخل هذه المساحات الخضراء تحوي الكثير من هذه الحدائق الأشجار والنباتات المختلفة كموروث قديم جاء إلى هذه الحدائق، حتى أن بعض من هذه الأشجار والنباتات تحمل عمر يزيد ويتخطى عن حاجز 150 عام، ما يجعل القناطر الخيرية مكان مميز أمام المصريين لقضاء العطلات بالنسبة للمناسبات والأعياد المختلفة، كما هو الحال في رابع أيام عيد الأضحى المبارك داخل القناطر الخيرية التي نستطيع أن نجعل التوصيف الأمثل لها هي واحة خضراء، أو كما يطلق عليها حدائق الشرق.